خطر الكبار احنا. مرحبا مشاهدينا، احنا اليوم موجودين في الخليل ومثلنا اليوم بقول حك لي تحك لك، بدنا نشوف راي الناس ونشوف تعليقاتهم. حك لي تحك لك، حك لي حك لي. يعطيك العافيه مستعجل. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ في مثل بقول حك لي تحك لك. كويس، شو رايك فيه؟ شو بتفهم منه؟ حك لي حك لك يعني زي المسائل مثلا، يعني انت بتشتغل في مؤسسه بدي منك شغله، بعتزك يوم من الايام. أنا بشغل في مؤسسة، يوم من الأيام بتعتزني. يعني ظبطني ما ظبطك؟ عين عليك. والله في بعض الحالات يمكن تكون مصلحة متبادلة بين طرفين، هذا بنفع هذا وهذا بنفع هذا. طيب أنت فسرته، إيش أنا أتعلم منه؟ شو لازم أسوي يعني؟ إيش معي كارت؟ بتعرف تحك؟ بحك. حك لي. أنت حك لي أول. يعني ما هذا شغل مصلحة. مصلحة. يعني ماشي له مصلحة، ماشي لك مصلحة. لا انت حك لي. لا حك لي تحك لك. حمل لي يا فادي. حمل له يا حمل لي يا فادي. وانا اسمي فادي. حياك الله يا فادي. طب ايش هلا افهم انا؟ لا انت حك لي تحك لك. حك لي تحك لك، الدنيا مصالح والله يا اخي. لا يا حبيبي انت اوشي حك لي عشان انا حك لك. حك لي تحك لك. هذا الملكية. برنلي برنلك ما فيش معي كار، برنلك والله 100%. ايش يعني 100%؟ حك لي بحك لك. بس اعمل بعمل لك. اها هذا هذه البلد. حك لي تحك لك. حك لي تحك لك. طب تحك لهم للسفريه انت؟ لا انا دائما بمشي على الصح. على الصح. بدك تتعلم درس انه الدنيا كلها مصلحه. مش ماخذ معك شيء في الدنيا. يا مصلحجي انت. عمل بيعمل ليش بعمل لهش والله بطلع بوجهه فظ فيه. كل مجتمعنا بيمشي على هوا المصلحه ولا عباله. وانا برضه بدي امشي على هوا مصلحتي. ظبطني بظبطك، ركبني بركبك، وصلني بوصلك. الناس مصلحجيه، يعني انا بدي اياك بشغلات تستح بشغله انا اخذتها منك، بعدين خلص بمشي الشارع بقول لك السلام عليكم. طب حكي لي، طب حكي لي عشان احكي لك. هاي حكيت لك. حبيب قلبي. اوجع. هي اقوال زمان يعني كانوا يحكوها، بس الحين نفترض انه هذه الاقوال اندثرت. يعني نفترض ان احنا نمشي يعني على قول الرسول انه نحن نبادر بالسيئه. حكي لي اكثر هون 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 شوي. ايوه بحكي لك انا هلا بالحسن 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 بالحسن. وانت بتظبط حدا عشان يظبطك؟ طبعا في الشغل هذا لازم يعني الاجير بدك تعطيه مصاري عشان يعطيك شغل. اليوم فيش شيء اسمه خير وترمي في البحر، فهمت كيف؟ وكمان ما نبادر بالسيئه يعني زفت. يا سلام ما تعلمتني برضه. افهمني والله العظيم افهمني. هذه البلد اليوم معك شكل بتسوى شكل، معك شي بتسواش. حلو، رنلي برنلك بس مش معي كارت ارنلك والله. الاستاذ رحت اعطيته 200 شيكل يظبط لك العلامه. باخذ 90 وبنجر. يعني المهم انا اكون مصلحجي. مصلحجي. طيب يا مصلحجي. انت تكون مصلحجي انا مش مصلحجي. هذه 100%. والعب يلا. والعب يلا. يعطيك العافيه. حبيب قلبي. حبيبنا. يلا. نفس السؤال؟ لا. حك لي تحك لك. ايش يعني معناته؟ ايش احنا نسوي يعني؟ نضل ماشيين على موضوع المصالح هذا؟ هذا الحكي احنا مش لازم نضل ماشيين عليه. ايش اكيد. بس هذا مثلا انا بقول لك بضل امثال موجوده في الناس، بضل كل يحكي زي ما بده، بس الصح انه انت ما تستنى حدا يعمل لك. صح انه انت تعمل اللي لازم يعني. يمكن ينفع انفع واحد انسان يعني لله هيك. يعني يمكن انا بديش اقول له كل اللي تحكي لك، يمكن انا انفع بشغله، اخدمه بشغله، اعطيه شغله. لانه الحياه مش مصالح. طيب يا سيدي، المهم احنا لازم انه الامثال هذه ما نقتدي فيها دائما، صح؟ صحيح. ما اخذش بدال هي كل لله تعالى. يعني هيك لازم يكون معروف بادر من نفسك، يعني مش انه لمصلحه معينه. لا لا بدنا نحك اليوم قد ما بنقدر، بدي احك. يعني اذا هو عنده واجب اتجاهك لازم يسويه بدون ما تحك له. كل واحد عنده واجب سواء في اي موقع هو موجود فيه لازم يقدم واجبه. بدي احك الكاميرا، دوقف واقف. طبعا وصلنا لنهايه الحلقه اليوم وحكيت كثير اليوم لو اتبت ضليتنا حك للعالم وما حدا حكي لي. يلا منيح عرفنا الناس مين منهم مصلحجي، مين بحب المصلحه مين ما بحب المصلحه. مزبوط شباب؟ مزبوط. وما حكم رستك من اقولكم حلقه جديده بتشوفونا مدر جديد. ماشي ماشي. حكم رستك قولوا حكم رستك. السلام عليكم.
الشوفير إلا ما يفهم كل شيء، اطلع معه بالسيارة اسألوا عن أي موضوع، عن السياسة، عن الطبيخ، عن الدكتور، عن كل شيء. حلام مظبوط بالحلام ونفس الشيء.